السلام عليكم مشاهدي قناة طوب حدقة. كنتمنى الوصفة الأخيرة تكون عجبتكم وشاركتوها مع أحبابكم. مع الصيف والحرارة كنتشهاو نكملوا الوجبات ديالنا بشي كلاص يكون من داكش. هادشي علاش غنحضر لكم هاد النهار كلاص بيكيلوس. الى عجبتكم هادشي وجربوها وضغطوا على جيم وشاركونا اراكم في التعليق. هاي خصنا كاس ونص ديال الطحين، 4 لتر ديال الحليب، 100 غرام ديال الزبده الرطبه، معلقه كبيره كراميل، بيضه، كاس وربع سكر بني، نصف معلقه صغيره من القهوه السريعه الذوبان، باديان مطحونه، نصف معلقه كبيره سكنجبير مطحون، 4 معلقه صغيره قرنفل مطحون، نصف معلقه كبيره من القرفه مطحونه، وربع معلقه صغيره ديال الملحه، نص خنيشه من خميره ايديال وكلاص فاني ايديال. وها هو ملخص المقادير على الشاشه. كناخذوا اناء ونديروا فيه السكر البني والزبده الرطبه ونطربوا بالطراب الكهربائي، من بعد كنهرسوا بيضه ونكملوا التراب. ودابا كناخذوا الصفايه ونزيدوا القرفه من بعد ما صفيناها هي والقرنفل والسكنجبير الباديان والملحه. من بعد كنخويو شويه ديال الخميره ايديال على الطحين ونغربلوه. ونزيدوه مع الخليط ديالنا تدريجيا مع التراب. وفي الاخير كنكوروا الخليط ديالنا بيدينا ونغطيوه بالسيلوفان ونخليوه يرتاح لمده 3 سوايع في الثلاجه. من بعد كناخذوا الخلطه وكندلكوها بالمدلاك مع شويه ديال الطحين. وناخذوا المول ديالنا ونصيبوا به البسكوي على هذا الشكل اللي اكيد غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. ونحطوهم في لاطا فوق بابي كويسون وندخلوهم الفران يطيبوا لمده 10 ديال الدقائق على حراره 175 درجه. الى تحرق لينا شويه ديال البسكوي نحكوه بشويه في الحكاكه، وها الحراق مشى كيف كتلاحظوا. ودابا كناخذوا اناء ونخوي فيه مستحضر الكلاص الفاني ايديال، نخوي عليه الحليب ونطربوه بالطراب الكهربائي. ومنين تعقد وتولي كريمه كنزيدوا القهوه الكراميل ونهرسوا عليه شويه ديال السبيكيلوس ونخلطوا كل شيء. ودابا كناخذوا سبيكيلوس ونستفوهم كيف كتلاحظوا في المول ديال الكيك ونعمروه بالخلطه ديال الكلاص. ونضربوه مع الطبلة كيف كتشوفوا باش الكريمة تشد بلاصتها وما يبقاش الفراغ في القالب. وندخلوها الكونجيلاتور تبرد لمدة 3 ديال السوايع. ودابا كناخذوا المول ونقلبوه باش نخرجوا الكلاص ديالنا. وفي التقديم كنقترح عليكم نزينوه بالكراميل، الموس وشوكولا والبيسكوي سبيكيلوس. وبالصحة والراحة.
الوصفه. ما تنساوش تزوروا الموقع الالكتروني topحادقه.ma باش تلقاو جميع الوصفات والنصائح. الى اللقاء في الوصفه الجايه.